مرحبا يو جايز، الفيديو اليوم رح كون عم بعمل فول فيس اوف ميك اب اولموست اوف نيو برودكتس، وعم حضر حالي معكم drinking my coffee. بدي احكيكم عن موضوع صراحه that bother me a lot، لانه قعدت معي كثير سنين تحت وقف انا ريبيكا بدافع عن حالي. سو بدي اكون هيك مثل اكزامبلز هي لكم تعرفوا ما توقع بنفس الغلط. بس اما بلش، اذا انت جديد لكم مرحبا يا اهلا وسهلا فيكم. انا اسمي ريبيكا، انا حدا كثير بحب الميك اب الملون. اليوم الميك اب رح نعمله منه كثير ملون، بس انه في شويه حيط. انا حدا بحب اعلمكم تعرفوا الميك اب تبعكم اهين اسرع برودكتس اوفر، بشرفوا تكون شويه الوان على حيط وهالميك اب تبعكم. اما بلش بهذا الفيديو، بدكم تعملوا لايك كومنت سبسكرايب تدور جرس فوق حتى كمان سبسكرايب لما تقفل الفيديو عم طلع لكم تي فيديوز بري. usually بصور لكم اي تشات كنت ادوي مي بيكون فيديو ما بينعملوا اديتنج، بيكون رو فيديو مثل ما انه بينزل. اليوم انا عندي نيو برودكت، بس مش رح كون عم بعمل ذا فول ميك اب معكم، رح كون عم يعني الايتيمز يلي ما عندي منهم نيو برودكت. I'm gonna use something that's already عندي in my collection بخبركم. So I'm just filming the parts اللي هن نيو ميك اب basically. So it's a chat you get to do with me edited. مش مثل العادة، بس بنفس الوقت بدي احكيكم عن موضوع ذات باذر مي. رح بلش اول شيء بالفيس برايمر، لانه بدي انطر عليه شوية وقت يثبت قبل ما احط الفاونديشن. I'm using a mini size من شارلوت تيلبري الماجيك كريم. اوريدي انا مجربته، سو مانا اول مرة بجربه لهيدا، بس مجربته وقت يجو ب فول تيستر. الفويل تيستر ما فيكم تاخذوا فكرة عنه، لانه you use it like once or twice مش اكتر. So قلت لحالي it's nice انه لقيته عند page اسمه all about you a beauty shop بي على انستغرام. So I'll get the chance to try it كذا مرة واخد رأي عنه، لانه كل العالم بتحبه لهذا البرودكت، وانا وقت جربته بالفويل تيستر كذا مرة انه لقيته منيح. بس انه تقلكم انه انا اخذت رأي كامل عنه، كون عم كذب عليكم. So I'm applying it as my face primer، ولح استعمله مثل اي primer قلت عليه تحت يثبت 5 دقائق before applying my foundation. هلا رح كون عم جرب لأول مرة من كيس يلي اسمه luxury eye crayon، عندي شيد pink nude، بين علي nude مش pink nude. بنفس الوقت رح بلش احكيكم بالموضوع يلي انا اليوم حابه احكي عنه. انا عم صور ليله اوكي طلع مكسور بقلبه وهيك بيجي لون من جوا. اوكي انا عم صور ليله 4/5 تموز، عم خبركم هذا الشيء لانه انا ب 8 تموز بيكون عيد ميلادي، ما بعرف اذا كثير كترت لانه مكسور. ما بعرف اذا بالوقت اللي بينزل الفيديو بيكون اوريدي صار عيد ميلادي، اكيد بيكون صار عيد ميلادي. سو ما بعرف باي متى عم نزلكم اياه، بس حابه احكيكم بموضوع that bothers me a lot، لانه بتمنى اموت بصير عمري 35 and it took me بلا مبالغه 35 سنه توصل لهيدي الكونكلوجن. سو انا يوجوالي ماما بتكون عم تحضر ماي فيديوز، ماما اذا عم تحضريني انا كثير بحبك، بقدر كل التعب يلي عملتيه تحت تربيني. بس انا تربيت بمنطقة كتير بشيع، it took me 35 years بلا مبالغة to actually stand up for myself، وهذا هو الموضوع اللي انا بدي احكيكم اياه. سو انا الطريقة اللي تربيت فيها انه حتى لو انا اللي مش مغلطة، okay we're gonna see this one as a eyeshadow primer كيف بيطلع، ومثل لون مش مثل ما هو، هو actually مثل ما قالوا بيك نيود في لما. انا تربيت بمنطق انه اذا صار في غلط وحتى لو مش انا اللي مغلطه، انا لازم اعتذر من اللي مقبيله، لانه I should be the bigger person، وممنوع حدا يحكي عني بالعاطل. انا ابني رح ضلني ربيه على نفس المبادئ اللي انا ربيت عليها، بس الفرق انه اذا ابني مش مغلط بقصصه literally إذا اعتذر من حدا هو مش مغلط. عم باخد هيدا السنجل آي شادو من H&M، shade ingenue بظن هيك بتنلفظ إذا عم نحكي كفرنسي. سو أنا تربيت بهيدا المنطق which I hate، إنه أنا I كنت كل حياتي مضطرية أعتذر من كتير عالم أنا ماني مغلطة بحقهم، بالعكس هن مغلطيني، لأنه I should be the bigger person وما لازم حدا يحكي عني. And هيدا الشيء وصل لي لمرحلة بحياتي انه انا لو شو ما صار معي it's okay،
ما انا معوده اعتذر ومعوده انه انا ما حدا يعتذر بس يغلط بحقي which is normal. وهذا شيء كتير له تعددات بالحياة لأنه ربيت على منطق إنه أوكي إذا حدا إجا اعتذر مني it will be great بس إذا إجا حدا ما اعتذر مني أنا بعمل closure لحالي لأنه I never had normal closure بالحياة لأنه عطول كنت أنا pushed تعتذر من أشخاص وبتذكر كتير أيام أنا اعتذرت من قريبين لألي هني مغلطين معي وهن ضحكوا علي وانا قاعد ابكي and I love you mom وكتير بحبه للبابا كمان بس هيد العقلية القديمة انه ممنوع حدا يحكي عن ولادنا كتير مأزية واهلنا ما بيعرف قديش هي actually مأزية. هلا عم باخد البالاتي عندي يعني neutral palette عندي يعني my project pan to add some color بالاوتر كورنر حتى اعطي مثل شقلة لعيني. أنا عم بحكيهم بهذا الموضوع لأنه recently for the first time ever اللي بيعرف أنا شو بشتغل بيعرف أنه أنا ما بياخد شغلي معي على البال so أنا بس يخلص دوامي that's it. بس أنا تعودت أنه لو شو ما نقل لي كلام غلط it's okay أنه أنا ما بياخد شغلي معي على البيت. يعني زبونات نحن عنا sometimes بيفشوا خلقن فينا وهذا شيء normal بس حتى مش خص بنات حتى كووركرز كنت مثلا انه اذا حدا قال لي شيء مثل فشت خلق ما علق عليه للموضوع انه اتس اوكي مش اخر الدنيا. هيدا مش انه شيء غلط شيء كتير 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 غلط وكنت اقول لحالي انه خلص انه انا ما باخذ شغله من على البيت I leave it. بس after 13 years of being disrespecting بقلب الشغل بصرت لمرحلة انه انا ما بكون عاملة شي غلط and بيتهجموا علي لانه انا ما بحكي انا ما حدا يعني انا مش عاملة ايميل مزبوطة لحالة عم برجع اخد السنجل عايش هادو to add some more okay هوني على الادجس to blend the edges so كنت عم بحكي عم خبر حدا معي بالشغل عن شيء صار معي انه هذا الشيء انه كيف هذا الشخص كتير 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 قلل من احترامي قلل من احترامي. يعني انا لو ريبيكا اليوم كنت من اول شغلة عملها تشكيت عليه ووصلت الخبرية للادارة حتى ياخد هو الجزء اللي بيستحقه. بس انا بقيت لك تحملت منه كذا مرة كذا شغلة تاخر شيء خلاص فاض البرميل عندي وانا رحت تشكيت واكشلي انا رديت عليه بطريقه معينه تحت الكاميرا حطيت حالي ببوزيشن انا غلط صار كنت عم خبر كووركر لالي عن هذا الشيء هي كمان صديقه لالي كنت عم خبرها شو صار and she replied قالت لي ما تزعلي مني ريبيكا بس هذا الشيء من ايدك لانه انت مخليتيهم يستوطنوا لك حياتك and that did hit me like a rock so من بعدها انا رحت وتشكيت وعملت كل شيء لازم اعمله لانه مع حق هيدي البنت انا اللي عم خلي لحظه الاغراض اللي عم جربهم حني البوكس تحتي عم باخذ هلا 3 اي بنسلز بدي استعملهم من عند كيس بيوتي 3 هن الواتر بروف اي بنسلز عندي 2 ذات ار شيمر اي لاينرز وعندي واحد ذات مات المات اسمه شو اسمك يا بابا نيفي بلو وفي عندي السيلفر بدي استعمله اسمه سيلفر والميتاليك بيربل او بلو اسمه اكزوتيك بلو هول الثلاثه رح استعملهم سو انا رحت وتشكيت على هذا الشخص وهيك بس كان هو اوريدي سبقني اوريدي لانه انا لقتني على شيء غلط عملته تحت الكاميرا بس انا عملته حتى دافع عن حالي لانه فاض البرميل عندي رحت وبلغت شو صار معي واللي مسؤول عني بالاداره اجى قال لي ليه ما حكيتي قبل ومعه حق ليش انا ما حكيت قبل مثل ما قالت لي رفيقتي سو هيدول على فكره ماني مستعملتهم ولا مره بس هني بيجوا انه فيهم ديفو كانوا بدولار انا اشتريتهم كانوا كتير رخاص بس انه عم يشتغل سو ذاتس واي هني هالقد رخاص anyway حتى نكمل الحديث وقتها بلغت ام جي قال لي الشخص المعني انه اوكي انت معك حق بكل شيء يعني لو جيت لعندي قبل كان في اخذ اجراءات كان في رابور شافها هي من عملي وهذا الرابور بس تحول لانه بلغت
انه انا تشكوا علي وبشي برجع بقول لكم انا ما حق. سو بس خبرته للمسؤول كل شيء صاير انصدم انه انا كيف ساكت ليش ساكت ليش عم تتقبلي هالاهانات انه عادي. يعني الشخص اللي انا بلغت عنه مره اجى قال لي انا اللي ما بيعرف شوزي بيشتغل معي كان عم يتزاك علي وعم يتمسخر علي. سو انا بخاطه انه الايكيو تبعك صفر. سو ضلوا ناطرني لبعد شي ساعة بالشغل انا وفاتي على الشغل من البريك بيقول لي قدام العالم كله انه جوزك لازم يشيلك اكبر ثلاث ميل تحملك. قلت له وقفت for the first time ever دفعت عن حالي قلت له شو زعجك بوزني انا واقفة عليك مش عارفة مجاي لا ما قصدي عن وزني قصدي عن تقالي دمك وعن لانك ما بتسكتي وهيك. ونحن بشغلنا ضروري نسمي قصص to protect ourselves. وانا عطوب انه جاكم راسكم وما يجعني راسي. so I do my part of the job and I let it slide. so هذا الشخص وقت خبرته للمسؤول عنه انه قال لي هيك اول مرة هذا اول incident صار معنا انصدم انه انا كيف ما بلغت عن الموضوع انه ولو. وهذا الشخص اللي 13 سنة بالشغل ولا مرة سامع عني complain او قاطع اسمي عنده غير على ال تيحسبولنا القبض. اوكي سو هذا الشخص اللي انا طلعت وبلغت كل شيء صار. اوكي سو تخيلوا انتوا لكم 13 سنة ولا مرة صار في تشكي على اسمكم ولا مرة صار شيء and suddenly because you decided to stand up for yourself عم تتهاجم على هذا الموضوع. سو بالنهاية هذا الشخص خبرته للمسؤول انه هو مغلط بحقه ويعني خبرته بقية القصص شو حكيني وفي كاميرا تتأكد الحكي اللي انا عم بقوله. سو بس شاية كل الكاميرا طلع هو بالبخة والمدير يلي من يمه يلي طلع وخبر انا شو عملت. وانا وقتها طلعت تحت خبره عن الغلط اللي صار معي طلعت لعنده للمسؤول وقلت له مش حقلك بالغلط جوابته بقلك علن انه انا بتمسخر عليه بجوابي لقله. قلت له اول ما فتت لعنده قلت له سمعت شي باسمي هات 12 13 سنة قال لي لا دره كتير منيح لان انا شخص بيمشي حد الحيط ما بتعاطى مع حدا بس اللي بيقرب علي وبيدعس لي على دنبي بتجي عم الحرف الواحد بكشع نيابة ونيابة منو حلوين ابدا. وانا هيك بشتغل بالحياة اللي ما بيقرب علي ما بقرب عليه بس وقت تقرب علي انا مني هيني. سو هيدا الشخص مش كان مرة ومرتين كان متعرض لي كذا مرة كان متعرض لي تحت اخر شيء انا فعطت فيه. سو المدير يلي هو في شيء مهم ما في شيء مهم منزل يوتيوب فيديو من شوي. سو العالم عم بتعملي كومنتس عليه. سو ثانك يو لكل الاشخاص اللي بتفكروا بتاخذوا من وقتكم to do comment on my videos. اوكي باتم لاين هذا الشخص في مدير مسؤول عنه من نفس جهته السياسيه اخذها سياسيا وصار نطرني على الكوع بالشغل بلا ما فسر. صار في شيء غلط انا ما خصني بالغلط اللي صار بس انا وقت الغلط اللي صار اوكي الغلط اللي صار كان الموظف اللي كان قبلي بالبوزيشن هي ذاته هو اللي عامله الغلط. هذا المدير بيحكيني بطريقة انه اذا بعد مرة بتعمل غلط ما بفوت على الشغل مع انه keep in mind انه الشغل مش لابد بيو يعني كلنا عم نشتغل بنفس الوظيفة ومع الباص تبعنا it's not him كلنا موظفين بهيدي المؤسسة يعني من اكبر مدير لاصغر مدير. المهم وما قال لي اياها دايركتلي لقالي بعت لي حدا ادنى منه عم خبركم كل هالخبرية حتى وصلكم لمنطقة اللي نحنا ربيانين فيه unfortunately. هي مرة كتير بحبها بالشغل أكيد هي رتبتها أعلى من رتبتي. سو هي بتحكيني وبتقلي إنه هيك 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 قال لي تحت بلغي قلت لها كيف ما أنا ما خصني بالغلط اللي صار فسرت لها إنه شو كان صاير الغلط قبل ما أنا أوصل إنه الحق على اللي كان عم يشتغل قبلي بهيدي البوزيشن. بتقلي هو هيك قال لك تحت بلغيك وقلت لها طيب أنا بحكي معه لأنه تفسله شو صارت. أنا أكيد هيدا المدير فهمان غلط أنا عارفة إنه بتطلع على الكوع لأنه كنت عم لاحظه إنه ناطرني على الكوع. المهم وصلت انا عم بحكي معه اول شيء اكيد كان بالنسبه له عم يحكي كانه ما حدا مش موجود انا عم بحكي مش قلت له انا بس بعد ما خلصت حديثي انا وياك بالحديث رافض يسمع لي بس هيدي المره قبل ما اللي زعجني انه انا بس رحت حتى احكي قالت لي من ورا التربيه اللي نحن انا متربيتها مثلها انه كيبي رواق وتفعطي بوجهه
And keep in mind إنه أنا ربيكا معي 100% حق وما علي ولا 1% غلط. عمين قال لي بس بدي روح أحكي المدير إنه اللي هو مغلط بحق يلي هو تهمني بالشي أنا ما عملته يلي هو ونحنا شغلنا مبني عقلة الساعة يعني عكس الأشغال الباقية عشي أنا ما خصني فيه غلط عم بنحكى بطريقة إنه أنت عاملي غلط وأنا الغلط اللي عملته ما خصني فيه يعني كل خبرية أنا ما خصني فيها عم يلبسوني إياها تلبيس أنا تروح دافع عن حالي عم تقلي مرة تانية مقبيلي لأنه أنا مرة حكي معه برواق إذا عيط ما تردالي أوكي خلصنا أنجا قبل يحكيني رحنا على البيت and it was when أنا قررت إنه خلص enough is enough عم بياخد على الفونديشن برايمر صار له أكتر من 5 دقايق أول مرة عم بستعمل لوريال the new infallible 32 hours matte cover with 4% niacinamide my skin loves niacinamide الشيء اللي أنا عم بستعمله هو 110 cool undertone so let's hope يكون a good shade match اوكي سو انا معوده انه مين ما بيغلط معي بحياتي اذا كان حدا عم يحكيني بتهذيب بيقول لي التهذيب سوري ضلني اسمع لهذا الشخص انه عادي برجع بقول لكم انا بالشغل حتى زبوناتي اللي كانوا يغلطوا بحقي ما كنت اوقف واقول كثير لون فاتح ليتس هوب انه الدات اوكسيدايز ما كنت اوقف واقول له للزبون انه انت باي حق عم تحكيني هيك كنت خلص انه عادي انه عادي this is part of my job لانه انا كل حياتي معودة إنه إذا رجال حكينا إنه it's totally fine ونحن في أنا وجوزي بنظهر مع شاب تاني بيشتغل معنا هو مرته بنظهر عطور as couples هذا الشاب كان مرة مسموم عم يخبر ليش عيط على زبون هلا أنا زبون قال الاحترام معه وقرب وضحش فيه وهالتفاصيل وقال كيف بيقرب علي وكيف بمد إيده وكيف بيحكينا مز like أول مرة حدا بيحكيك هيك I'm like I'm always treated that way. نحن البنات على طول we are treated that way لأنه we are treated that we are less than boys. الزبون بده يفلت بالحكي قدام البنت بفلت أكثر من الشاب لأنه بيخاف من ردة فعل الشاب بس من البنت إنه he's الأقوى. And unfortunately كتير لون فاتح مبين كأنه شبح. Unfortunately هيدا هو المجتمع يعني نحن ربيانين فيه. So I don't see managers as women. As women, as women, ما في شيء اسمه women, woman مع مش I don't see them as managers. وإذا شفتهم as managers بيكونوا because they are like sorry على الحديث 99% of the time يا أما وافتة أو إيه يا أما the girlfriend or the daughter or تقرب حدا مسؤول. So أنا ما عن جد I cannot get over تربية يلي أنا تربيتها ويلي غير عم يتربيها unfortunately عم بياخد هيدا استعملته قبل بمرة هو من بيبا اسمه active light استعملته as a correcting concealer كان حلو عندي شيء طول اليوم I'm gonna use it as my concealer we're gonna fix that foundation بالبروندر okay so أنا بمجتمع أنا كبنت مجبورة اسكت ومجبورة اكون ادنى من الشاب just because I'm a girl يعني انا ولا مرة سمعت مدير عم بيقلل باحترام مع الشاب بس بده يحكي بيحكي انه عم يحكي مع شاب انا لا لانه بنت بينقل لي قبل ما فوت احكي معه انه شو ما قالك ما تعصبي شو ما قالك بتحكي برواق بس انا جوزي سألته السؤال انت بس تروح تحكي مدير يكون صار غلط معك حدا بيقول لك شيء قال لي لا المدير بيقلل الاحترام معك ولا بيضل عم يحكيك انت وعم بتخبره شو صار قال لي بيضل عم يحكيني كل هول التفاصيل the man doesn't go through بس the woman is expected انه هي تسكت لانه she's a woman she's underneath so انا وصلت لمطرح بحياتي انه انا نقلت يعني انا برجع بقول لكم انا ما باخذ شغلي معي على البيت بس بيت like stressed مزعوجة من الحكي اللي نقل لي for like 2 or 3 days وأنا بشغلي حكينا قبل أنا وجوزي إنه أنت ممنوع تدخل بالشغل you consider yourself أنت ما بتشتغل معي أوكي أنا ما بدي حدا I don't need a man to be responsible for me مع أنه keep in mind إنه حيالله حدا بيعمل معي غلط وبرد ليها بالشغل بيروح بيشكيني عند ولي أمري اللي هو جوزي وجوزي يعرف إنه أنا ما بقرب على حدا إلا إذا حدا مقرب علي أوكي سو كلهم بيعتبروا إنه
they talk to my husband قبل ما يحكوني لأنه هو ولا أمري عم جيب setting powder and the face powder اللي عندي هون on my project button. ما عم بقطش لأنه ما بدي أقطش الفكرة. Okay, so وأكل الشيء إن كيس أنت جديد. المهم عطول الرجال بيتعامل بطريقة أحسن من مرة. So أنا لأول مرة نقلت المشكلة صايرة معي بالشغل على البيت. أنا was very annoyed من الشيء اللي صار معي لدرجة إنه for the first time ever جوزي قال أنا رح أتدخل ولها أحكي بالموضوع لأنه ما له حق تتعامل بهذه الطريقة. يعني أنا إذا صار في غلط وافترضنا أنا الحق علي في شيء اسمه كاميرا بيراجع الكاميرا وإذا ربك كان يا غلط بتتحسب على الغلط طبعاً. المانجر منه راضي يشوف الكاميرا حتى تحت يشوف إذا ربك مغلطة أو مش مغلطة. خلاص الحق على ربك وخلصت الخبرية لأنه هو مزعوج مني من موضوع تاني. راح حتى يبلغ شيء عنه أنا عاملة غلط وأنا خبرت المسؤول كل شيء صار with dates and أي كاميرا في يشوف حتى يشوف إنه أنا مخبره ربع الخبرية المدير. وهذا الشيء أكيد هو تحسب عليه كرمال هيك هو نطرني على الكوع لأنه unfortunately يعتبرونا نحن كالبنات أدنى منه. أنا مشور لو كانت نفس السيتويشن صايرة مع الجوزة أي أول شيء هيداك ما كانت مرضى معه. يعني أنا اللي تمرضى معي خشيم جالي أنت غير بالسرمية ما بتتربي ووقتها أنا طب لقت عنه أوكي بس خليته كذا مرة يهيني and I was like it's okay it's okay it's okay no it's not okay okay وأكيد الحق علي أنا لأنه نطرت هالقد حتى أنا أحكي عم رجع أخذ silver eye pencil وبدي أجرب حطه على lower lash line تحت نضوي أوكي المهم وقتها أنا انزعجت وبقيت يومين عم بحكي بالموضوع أنه كيف هيدا المدير حكيني هيك. جوزي الأول مرة بيتدخل وبيبلغ نحن مشتغل بمطرحه وكل وصايد ببلغ حدا من وسطه انه هيك هيك انقلى لمرتي وهيك هيك صار ومرتي ما انا مغلطة والمدير ما راجع الكاميرا كل هول التفاصيل اللي انا ذكرت لكم يهون يلي انا I've never had a chance انه انا دافع عن حالي انه انا ما غلطت بهيدا الشيء just لأنه المدير من وراي انا unfortunately بعترف انه خليته يستوتي لحياتي لانه كنت كل الوقت حتى حدا تاني عندي بالشغل ما عنده صور كلها بنضحك علي انه عفوته يعني حسب المزاج تبعك كيف تحكي معكم. كنت عم بحكي زبون ما كان في شيء ازعاج بيني وبين زبون كان عم بحكي انا وزبون. انا بطلع من الطاولة بنفس الليلة بتجي بتقلي بنفس الليلة عن جد بنفس الوقت تبع الانسيدنس يلي انا ما خصني فيها بتجي بتقلي انت ما عندك صور فيفر لك literally 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 was like انا انه شو بدي جاوبها شو بدي جاوبها بس انه هيدي المشعوطه يلي قالت لي ما عندها سافوار فيفر ما كتير عالم بيعرفوا انه هي ما عندها سافوار فيفر وهيك بيحكوا عنها وبيحكوا عنها انه مزاجيه وبدك تجيها بطريقتها تحت عم جرب انيو ماسكارا من روبي روز اسمها لانثينج اند فوليومينج ماسكارا. سو لاول مره بلغت وخليت جوزي يبلغ انه انا انحكيت هيك and for the first time ever من وقتها لهلا وصلت لمرحلة أنا مش بس بالشغل بحياتي enough is enough ممنوع حدا يستوطي لحياتي كان جوزي إن كان حدا من عائلتي إن كان حدا من عائلته whatever اللي عم يبخاني بشي أنا لساني بمئتين فراشي في جاوب الكل يعني ما عندي مشكل اسم الله علي بس أنا كنت اسكت وقول عيب وبحترمون وبالنهاية أكبر من عمري وبالنهاية ما قصدون على طول عندي مبرر لكل الأشخاص ما قصدون أوكي لي ما قصدوا بتعلموا ببحدكم بجوابكم لقلو أنه تاني مرة بليز انتبه حديثك معي لأنه كل اللي من أشخاص اللي أنا عطول كنت برر أنه ما قصدون شايفتهم عم يحكوا مع غيري and they were very respectful مع غيري إلا أنا لأنه أنا عادي انه سافا وانا معود اذا حدا قال لي شيء مش حلو انه لاقي له مبرر واكسبلين تو ذات بيرسون. اوكي اي دونت نيد تو اكسبلين يو دونت نيد تو اكسبلين يور سيلف لحدا ما حدا عن جد ليترلي ما حدا. اوكي كتير حلو الماسكارا عم جرب روق حالي حتى ما اكون كتير منفعله. اوكي ما حدا بيستاهل تبريركم وتفسيركم واللي بيستاهله ما لح خليلكن مجال انه انتو تضطروا تحكوا
هيدي من الاخر. اوكي سو انا بحياتي وصلت لمرحله وبزعل كثير انه اخذت معي 35 سنه ليترلي توصل له بيكوز كل شيء انا تربيت عليه بيكوز كل شيء يعني حتى انا اهلي ما كانوا يفرقوا بين البنت والصبي بس المحيط تبعي كله كانت اذا جوا بتخيل اكبر مني او حتى الاصغر مني قدام العالم او شيء على شيء هو مغلط فيه كان ينقل لي كيف تحكي مع خيك هيك هذا رجال. We're all human. كلنا عنا equal rights. إذا غلط معي وجاوبته it's because هو غلط معي. مش لأنه هو رجال ما بحق لي أنا جاوبه. وهذا هو المنطق. So أخذت معي عن جد 35 سنة تحت أوصل لمطرح أنه بدو يحكيني وبدو يجاوبه. يا ما بيحكيني بتهذيبه أنا بجاوبه يا أما ما بجاوبه. وصارت معي انسيدنت بحدا قريب مني بحياتي كان عم يحكيني شيء بطريقه للتهذيب لانه انا كنت معود طول عمره الاشخاص كلهم انه يصوتوا لحياتي على فكره الفاونديشن كثير حلو بس مو كثير فاتح. اوكي كان عم يحكي لي بقله تهذيب وانا ما جاوبته وهذا الشخص انفعل علي قال لي انا عم بحكيك بتجاوبيني. رديت على الشخص المبيلي بس انحكى بتهذيب برد طالما عم انحكى بقله تهذيب ما كان ريبلاي وكتير بزعل من حالي من أخذتني هالقد سنين تأوصل له. anyway عندي setting spray جديدة بس ما عندي عندي this one that I'm gonna use as a blush بس بدي أشي علي محواج بقف كاميرا and حط البرونزر and this one I'm gonna use it as a blush slash highlighter setting spray لح استعمل معكم and the lips لح استعمل معكم so let me do هدولك الستبس off camera وبرجع لكم دلوقتي. So هيدا is a highlighter, loose highlighter من Golden Rose اسمه To Glow Loose Powder Highlighter عندي شيت 5 هاتي إذا بتطلع على اللون it should be like a blush topper أو هيك شيء. So we're gonna use it like this تنشوف اللون بعيان إنه غامق كتير علي. So I can use it let's hope مثل ما أنا مريرة. Okay bottom line من كل الحديث اللي أنا عم بحكي هو إنه عن جد بس اطلع انا على الانسيدنس اللي صارين بحياتي القصص اللي معصبيني يلي انا حملتهم معي وقت كتير طويل. اوكي كتير حلو از بلاش توبر بلاش لاس هايلايتر ليك قديش حلو. اوكي اذا بطلع على كتير انسيدنس انا صايره بحياتي قصص بعدني بتذكرها ومعلمه جواتي بزعل لانه لو انا عامله قيمه لحالي مثل ما رفيقتي قالت لي ولو انا مش مخلي العالم يلي حوالي كانوا قرايب كانوا بعاد كانوا بالشغل كانوا اون سوشيال ميديا يستوطوا لحياتي انا ما وصلت لهم كتير حلو. سو عنجد نحن كتير اوقات نحمل معنا اثقال بحياتنا ومنلوم غيرنا على هذا الشيء انه هو قال الاحترامي هو كذا وإن فاكت لو اليوم أنا نفس الإنسيدنس عم بيصيروا معي أو أي ما كانوا صاروا معي يمكن most probably لأنه أنا ما بكون تركت لمجال للشخص. في كتير قصص لو أنا عاطي الاحترام المزبوط لحالي مثل ما أنا اليوم عاطي الاحترام المزبوط لحالي ما كان بيصير معي. anyway عم باخد هلا هيدا السيتنج سبراي من ماك انا مجربه اكيد الفيكس بلس بس الستي اوفر ماني مجربته انا هاف ات ان ميني سايز لحظه كثير منيح ورشه على كل وجهي فيري فاين مست كثير بحب الماك فيكس بلس على فكره وبرجع باخد الوات سبونج طبطبها بطريقه ناعمه على كل وجهي وهلا بضل في الشفاف رح طلع الوات Let's hope it might lock it over. هيدا lip liner من Kiss اسمه Luxury Intense Lip Liner عندي شيت 11 Purple واللip product هو من Kiss كمان اسمه Luxe Creamy Lip Gloss عندي شيت Violet Fatal. اوكي سو هيدول اثنيناتهم بعدهم مختومين بعد ما نجربتهم اثنيناتهم رح نفتحهم ونجربهم. هلا فتحنا اللip liner اللip gloss هلا نفتح اللip liner. So please و please 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 بعيدها كذا مرة. ما بقى تقبلوا حدا يقلل احترامكم. هيدي البنت وقتها فسرت لي انه ما تزعلي مني بس انت الحق عليك و اتس سو بيربل. anyway سالت لي سوري بس ما تزعليني انت الحق عليك وفسرت لي انه هي وقتها صار معها انسدنس صغيره او ما بدها وقعدتها قالت لي ما حدا بيسترجي غلط معي مش انا معها حق معها كثير حق لانه بشوف هيدا البنت باي طريقه محترم بتتعامل بشوف انا باي طريقه بتعامل
وانا لو من الاول وقفت وما خليت حدا يقلل احترامي، في كتير قصص بالشغل انا كان في يكون less stressful علي لو انا كنت اعطي حالي حقي. وبزعل، برجع بقولكم لانه it took me that long. وبزعل عشان تاني كاين انه انا my husband جوزي اضطر يتدخل ويحكي بالوسايط تا انا اخد حقي مزبوط، وهيدا المدير ما بقى هلا بيطلع فيي حتى انا بشتغل، ما بيبرم علي انا. وكان كان قبل حاطط احطاطي literally، انه ولو انا عندي كياني انا وقت وقفت عم بحكي لهيدا المدير تحت دافع عن حالي ما كان بده يسمع لي. لهالدرجة في استهتار، لهالدرجة زبونات يستهتروا بس يكونوا حدهم بنت عم تشتغل، بينما الشاب بينتبه له بلكت معه وقوع الشاب يعصب وكل هول التفاصيل. بنت لا، يعني انا مش مضطرة يكون جوزي معي بالشغل، جوزي يدافع عني حتى حدا يعطيني احترامي اللي انا بستاهله. وده شيء كتير بزعل، لانه لازم نحن we're all human. اوكي اتس اي شير وان، لازم اول البلاينر كلنا كسرته للبلاينر فوقته غلط. ايوه كلنا هيومن، سو نحن وقت نخلق كلنا عنا نفس الحقوق. يعني بالمستشفيات ما بيعاملوا البيبي الصبي اكثر احسن ما بيعاملوا البنت البيبي البنت، كلهم بيتعاملوا بنفس الطريقه لانه اتس تشايلد. ونفس الشيء في المجتمع لازم نكون نحن، لحظه خلينا نشيل هيدي انا اتصورت شلت. اوكي لازم نكون نحن عنا نفس الرايتس، سو مش انا لانه جوزي معي وجوزي قرر انه ما يسكت هالمره عن الاشي اللي صار وما يرد علي، لازم انا اعطي حقي، لازم يكون انا عندي حقي. اي انا ما اقبل حدا يقلل لي احترامي، حتى هيدي المفعوطه اللي عنا بالشغل اللي قالت لي انا ما عندي سافاريف، قلت لها جوزي صرت تقطع ما تطلع حتى بالطول اللي انا عم اشتغل عليها، لانه كمان وصلت الاداره هي شو قالت لي، والمسؤول كان ابدا ما راضي عن الحديث يلي صار. سو اذا شايفين حالكم كتير غلط اللب، I'm gonna fix my lips، خليني زبط الشفاف وبرجع لكم. سو بظن زبطت الشفاف، رجعت ولا رجعت نزعتهم، دقينا بشفافنا. anyway we're gonna leave it in the video مش اخر الدنيا. رجعت انه علمت، شلت البلانر الزياده، شلت سوري الجلاس الزياده اللي على شفافي، علمت شفافي بالبلانر ومزجتهم مزبوط، وبعدين حطيت الجلاس على طول. انا الجلاس از فيري شير and I think we were able to make it work. مغزية من كل الحديث، كتير هاي نحن بالحياة وقت يصير شي غلط بحقنا انه to pinpoint، ندل على الاشخاص اللي ما بينا نقول هن غلطوا بحقي، ونلعب نحن دور الضحية. وكتير اوقات نحن بنكون عن جد الضحية، نحن بنكون عاملين قيمة لحالنا وكل شي، بس في غلط بيصير بحقنا. هذا الشي مش عبول انه من النادر يصير، بس اذا بنطلع مثل ما انا طلعت بنظرة هيك شوي خارجية على اللي كان كل شيء عم بيصير معي، اكتشفت انه انا الحق علي بكتير قصص صارت معي، كتير قصص بحقي انا بعائلتي مع قريبيني بحياتي الزوجية. وقررت انه اخد انا موقف لحالي وما خلي هذا الشيء يصير غلط بالشغل مثلا، بكتير قصص بالحياة. انا ريبيكا حتى على السوشيال ميديا، انا I have one of the most supportive community. إذا بتطلع على الكومنتس عندي، إذا حدا أنا مغلط معي بتلاقوا البقوة فارمينه لهذا الشخص، بس أكيد لأنه I'm putting myself out there وI'm being nice. وإذا حدا حكاني شيء غلط بضلني برر، أكيد بيطلع لي accounts عندهم كتير كره لحالهم قبل ما يكون عندهم كره لحدا تاني، بيجربوا إنه يأذوني بالحكي، وأنا بصير إنه برر لهم وما بعرف شو، لحديد ما وصلت لمرحلة إنه ما فيكم تتخبوا ورا سكرين وتهنوني. سو إذا بتهنوني أنا رح جاوب بنفس الطريقة، أنا I'm blocking people، لأنه ما حدا مضطر يتحمل إهانات. يعني أنا مضطرة بحالي هلأ، ما في شيء اسمه بنت أو شاب، ما في شيء بهذا المجتمع اللي عن جد الزفت إنه ما فيك تجاوبي خيك هذا الرجال كيف تحكي هيك. اللي بغلط معي بغلط معه بالحديث،
مش اذا غلطت ورديت على الشخص المقبيلة انا بطلت فمنن، بطلت ناعمة مثل ما هيك كل العالم كانت تقلي كيف بتجاوبي هيك، ما انت بنت كوني ناعمة، في يكون ناعمة، في اخد حقي، في يجاوب، في خلي العالم المقبيلة ما يقللوا من احترامي. And it took me again. للأسف للأسف years of pain, years of trauma, years of being treated the worst way possible, years أنا عم بحمل معي كل شيء كره جواتي كره لحالي to finally say enough is enough. بصرت لمرحلة كل شيء كان بحياتي مخربط، كل شيء كان بحياتي مش حلو، كل شيء بحياتي كان غلط وعم بخسر لحظة أوكي جروب شغل عم بخسر حالي literally خسرت حالي، خسرت كل شيء، خسرت سبب حتى أنا ابتسم. It took me هالقد to finally do it. حتى rhinestones so let's add some rhinestone نهي الفيديو. وهيدا هو the finished look once I've added the rhinestones. كتير 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 حبيته اللوك. اوكي إذا فيكم تاخدوا one thing تعلموا please من غلطتي. أنا بتمنى لو كان في حدا بحياتي like my mom, my best friend. للأسف كل اللي حواليها هلا بس عم بتطلع فيهم عم شوف ناس بينين على نفس المنهج يلي أنا ربيت عليه، يلي أنا تعلمت إنه أقبل الإهانة it's okay, always smile, always ما تكوني أنت be the bigger person. I don't give a damn if I'm the bigger person. تدعسوا علي بدعس عليكم. My action to your action is a reaction. يعني مش أنا عم بفتعل أنا عم رد. And what goes around comes around. إذا مش عجبكم يلي عم تتلقوا مني غيروا يلي أنتوا عم تعطوني إياه. وهيك أنا عم بتعامل بالحياة. كما تراني يا جميل أراك. وعن جد هيدا مطل بتمنى لو كنت عم عيش عليه نسنين. Anyway, I love my makeup and it was a somehow get ready with me. شوي مقدتت not كتير جربت انه يكون raw. انا عم بحكي بالموضوع لانه I'm happy انا وصلت لهيدا المطرح. And I don't give a damn. وقت انا عم جاوب هيدا الشخص اللي مقبيلي بقلة احترام مثل ما هو عم بيعمل لي بقلة احترام. اذا بدي اخسر هيدا الشخص هو already خسرني. مش انا خسرت شيء. Regardless مع عن مين عم نحكي. من أهلكم يلي هني أغلى شي عليكم، لأخواتكم يلي هني كتير غاليين، للشخص يلي أنتم مجوزينه أو بتحكي معه، ما تخلوا حدا يقلل من قيمتكم. And always always stand up for yourself. Anyway, إذا حبيتوا هيدا الشي كتبوا with me ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو. كل ما بتعملوا لايك أكتر كل ما بتكونوا عم تخبروني إنه هيدا style of videos حبيتوا بتحبوا تشوفوا أكتر. وأنا صراحة as first impression كتير حبيت كل شي استعملته. Lips not my favorite بس إنه لو من الأول علمت شفافي بالبلانر وما زعجتون كانوا طلعوا أحلى بس إنه not bad. كمان إذا حبيتوا هيدا الفيديو خلوني أعرف رأيكم فيه بخانة التعليقات تحت وما تنسوا تشاركوا هيدا الفيديو مع رفقاتكم، تبعتون لينك أكيد قبل ما تطلع من هيدا الفيديو. إذا بعد مش عاملين سبسكرايب بس الكبسة هون دور جرس حدا دايما يوصلكم معلومات من يوتيوب كل مرة بطلع فيديو جديد. أنا بطلع لكم 2 فيديوز بير ويك. كل شي حط على وجه ديسكاونت كود وتلاقون كتير تفاصيل غير إني بخانة المعلومات تحت بالإضافة لكتير فيديوز أنا عملتهم بعملوا يصير أحسن بالميك اب تبعكم أو على ريجارد يور ميك اب كولكشن a lot of playlists وكتير قصص غير. كل السوشيال ميديا بلاتفورمز تبعي هن بخانة المعلومات تحت. كمان اعملوا فولو عليهم كلهم سبيشلي انستغرام تيك توك أنا أكتر شيء أكتب عليهم. بدي أشكركم على وقتكم الثمين يلي أديتوا تتعدوا هيدا الفيديو. بهيدا الوقت كان فيكم تعملوا كتير قصص غير بس أنتم بتعدوا قررتوا تقضوا هيدا الوقت معي and I love you a lot for that. وإذا عم تحضر الفيديو للآخر اكتبوا لي بخانة التعليقات تحت شو هو your favorite bold lips. فيكون أحمر أورنج hot pink. شو هو your favorite lip that's يمكن lip combo يمكن lipstick that's bold. اكتبوا لي بخانة التعليقات تحت تعرف عم تحضر الفيديو للآخر. أشكركم من قلبي على هيدا الشيء. I love you all ونالا رد أنا بشوفكم بالفيديو الجاي. باي.